الليلة نحنا جينا 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 كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك القرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الشروق ترحب بكم برنامج مسرح في الهواء. نحن بنطرح موضوع بنفتكر انه الموضوع بيهم الناس كلهم. اذا اي زول جاء احساس انه ممكن يشارك في الموضوع يتفضل طوالي يشارك معانا، ما عندنا مشكله. او بعد ما ينتهي العمل يقول لنا وجهه نظره ويدلو بيدلو، برضو ما عندنا مشكله. كتر خيركم، بارك الله فيكم. وقفت في الشمس الحاره دي نشوف الموضوع شنو. يا ابو الصلح كيف حالك؟ تمام. كيف الحال؟ اخبارك؟ الليله قريت جرايد الصباح ولا ما قريتها؟ والله قريتها، بس عندي باقي شغل امبارح كملته. لا يا اخي، لكن انت بالمناسبه قبل الشغل مفترض انك يعني الواحد يعني بمجرد ما جاء المكتب بعد ذاك يرتاح شويه، يعني يقوم شنو بعد ذاك زي يقوم يتناول الاخبار اليوم، يعني الجرايد كده، يعني الصحف المجلات. مفترض انك تسقف نفسك، يعني افتكر انه يعني انت ما موظف عادي، يعني ما موظف عادي، والمسألة دي واضحة ولا كيف؟ أنا عندي شغل بتاع ناس من امبارح، لازم أسلمه الليلة قبل الساعة 10. لو قريت الجرايد ما حشتغله أكيد طبعا. سوري، لابد من إنك تكون ملم يا أستاذ. مش عارف الليلة اللي حاصل في البلد شنو؟ وشغل الناس. يا سيد يا سيد اسمعني، أنت لو تابعت شغل الناس ده ما حتتثقف ولا عمرك حتبقى زول. يا اخي انا بدون اجر عشان اخدم الناس، ما عشان اجي اقرا جرايد. الجرايد ممكن اشيلها مش اقراها في البيت، صح؟ اوكي اوكي اوكي، ما قلنا لك. انا ما عارف النقطه دي تحديدا، لكن شنو؟ من المفترض ان الناس اللي حتخدمهم ديل انك تكون واعي بالحياه اللي حواليك عشان تقدر تخدمهم، عشان تقدر تتكلم في اي موضوع يجيبوا لك، اوكي؟ انا زوجي جاني امبارح قال لي عنده شغل، قلت له تعال استلمه الساعه 10. اجي اقول لك كنت بقرا في الجرايد ولا في شنو يعني؟ عموما شنو؟ يعني داير اقول لك طالما انك انت مشغول بهم المواطن والحاجات دي وناسي نفسك، انا اسقفك حبه واقول لك انه الليله يعني حاصل تطورات عجيبه جدا في السياسه. انت خلي السياسه، شغلك عملت فيه شنو؟ بعدين تعال السياسه، السياسه دي ملحوقه والسياسه عندها ناس. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. الو مرحبا. لا ما تقول لي اتاخرتي ولا هنا، اسمع انت. اذا اخرتي فعلا؟ لا انا عندي ساعه الرضاعه. الله اوكي عندي ساعه. لكن يا سامي ساعه الرضاعه دي يوم الساعه 1، يوم الساعه 12، يوم الساعه 9 صباحا، ما معروفه دي متين يعني؟ لا ساعه الرضاعه عندي زمن محدد باجي بطلع بخش فيه، عندي زمن محدد انا بطلع فيه. بعدك يعني ما ممكن يا اخي في 20 نفر من الصباح سالوا منك عندهم شغل قاعد في درجك. سري. ما معقول كده يعني. سري انا ما بقدر. دقيقة يا ابراهيم دقيقة. اوكي اوكي اوكي. يعني الشغل ده لو سلمت لهم بكره بعد بكره بعد اسبوع، انا بالمناسبة انا زولها جادة جدا في شغلي. يس. المكتب ده حار كده ليه يا اخي؟ التكييف لسه ما صلحوه، نشتغل كيف يعني؟ ده موضوع كنا بنتكلم فيه حسي دي واخبار السياسة وما اخبار السياسة واهمال الموظف اللي بيأدي في عمله اليومي، يعني مثلا احنا كيف نقدر نستوعب اوراق الناس اللي حوالينا دي في جو زي ده؟ باعتبار انه انا عندي شنو يا اخواننا؟ مخ واحد يعني ممكن يفور ممكن يتدفق زيه زي اللبن. يا اخواننا يا اخواننا ولا كيف يعني؟ انت صادق يا ابراهيم. اوكي انت صادق، نحن لازم يتوفر لنا مناخ كويس عشان نقدر نشتغل فيه. انتوا وفرتوا شنو؟ انتوا وفرتوا شنو عشان الناس الدوله توفر لكم؟ انتوا انجزتوا شنو من شغلكم؟ من بتجوا من الصباح بتمشوا تفطروا، طيب راجعين من الفطور بتقعدوا تتونسوا وبتنظروا. اوكي اوكي نقطة نظام نقطة نظام نقطة أيوة. جدا ها جدا سمعتك. ممكن امشي برا واجيكم؟ اتفضل تعال تعال قول عايز تقول شنو. قلت لك يا صلاح يا اخي البيئة اللي احنا شغالين فيها دي ذاتها ما فيها بتاع الشغل يا اخي. تفضل يا استاذ. شكرا شكرا لك. تفضل.
عشان نهدي بالنا شويه والروم من السخانه دي. يا ابراهيم ده ما حل يا اخي، شوفوا لنا حل التكييف ده، ما ممكن، انا ما بقدر اشتغل في جو زي ده، الميك اب بتاعي كله باظ. الله يوكي، من حقك كجندر يعني انك تطالبي بحقوقك العاديه باعتبار انه مكياجك ده نوع من انواع الممكن احنا نحتفظ بها عند المراه. يا ابراهيم يا ابراهيم، ليه انت تجي المكتب بمكياج؟ ده ما حشغل يا اخي، ده ما حفله ولا عرس يا اخي. لا يا سلام يا سلام يا سلام، اجيك مبشتنه يعني؟ الناس اللي في الشارع يقولوا علي شنو؟ ما مبشتنه لكن فرقك بين بيت العرس والمكتب شنو يعني؟ لا انا هنا الميك اب اللي بعمله للهناي ده ميك اب بتاع مكتب خفيف يعني، ما كثير يعني، لو ماشي حفله ممكن اعمل حاجات كلر ملونه. لزوم شنو؟ وريني بس لزوم شنو؟ فايدته شنو؟ انت جاي تقعدي في ترابيزه عشان تشتغلي شغلك عشان تخدمي مواطن. يا اخي انا مرأة من حقي اتجمل، من حقي ابقى جميله، ليه؟ ليه تحرمني الحق ده؟ صح يا اخوانا ولا ما صح؟ يا سامية انا ذا اقول يا اخي عليك الله دقيقه، ممكن اجاوبك نيابه عنها يا استاذ؟ جدا جدا. كفردي من الافراد المتضامنين مع المراه عموما، ايوه يعني انا اقول لك كلام يعني انه الجمال، الجمال الحقيقي، الجمال المفترض انه يكون لابد من انه يكون اي مؤسسه، اي مؤسسه ايا كان نوعها حكوميه او خاصه، لابد من يتوفر فيها الجمال الكافي لكل الناس باعتبار انه دي بشاشه واستقبال. يا ابراهيم لا 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 دقيقة دقيقة، خليني أغني عليك بصراحة كده. أقول لك حاجة، أنا لو كنت ما بعمل الحاجات دي، لو كنت كان فصلوني زمان، لو كنت قبيحة ما كنت اشتغلت، ما كنت استمريت في الشغل. معقولة يا جماعة؟ أوكي أنت يا سامية يا جماعة بتجملوا حاجاتكم بإنتاجكم بعملكم، ما بتجملوا حاجاتكم بمكياج وحاجات ظاهرية. صدقني أنت ما الناس تشتغل يا إخوانا، جملوا حاجاتكم، عملوا حاجاتكم، أطلبوا عملوا حاجاتكم بعدين أطلبوا. انت ما بتنتجي انت يا جماعه، شنو عليك الله؟ نحن ذات المؤسسه قاعد توفر لنا شنو؟ لو سمحت يا استاذ، انا هسي الساعتين اللي تاخرتهم ديل بعد الساعه تحت الرضاعه بتاعتي، المواصلات، ترحيل، ما في. نحن بالذات المرضعات مفترض يكون عندنا ترحيل مختلف عن الترحيل بتاع المؤسسه، من حقنا يعني كده. يلا يلا دقيقه يا ابراهيم، دقيقه بس دقيقه، افتكر انه ما دقيقه، لا دقيقه عشان اقنعها. مشكله الترحيل، البوز الترحيل منو؟ السواق الشغال ده واحد من الناس الشغالين في المؤسسه، صح؟ ايوه. بسوق العربيه دي بيمشي بها، بسوقها باهمال، ما بسوقها كويس، ما بغى يلا زيت في مواعيدها، يبقى هو ذات يعني احنا العصور مننا احنا ذاته، ما من المؤسسه، يعني المؤسسه جابت لك عربيه، ده دور عملته خلاص. داير اقول لك حاجه يا ابو الصلح، يعني زي ما المثل بيقول حقيره حقيره ايوه للرقبه القصيره. يعني مثلا داير اقول لك يعني انه يعني تشيلوا شوفكم كله وتغزوا في بتاع الترحيل السواق، ما برضه عنده اسره وعنده ناس عنده ناس حوالينه يعني. العربيه دي موعدها يشتغل بها، مشي وجه الرجل جنب بيتهم، ما يمشي بها مناسبه، ما يمشي بها عرس، ما يمشي بها بيكا. عموما العربيه بتاع الدوله. انا كنت داير اقول لك يا لو سمحت اسمعني يا صلاح، يعني نحن المسائل العامه دي لازم نحن ننظر فيها، لو ما نظرنا فيها البنفذ منه نحن بعد التنظير بتاعنا ده حيتم التنفيذ بتاع المسائل دي، فلازم نحن نتكلم، لازم نتناقش في المسائل دي. بقول لك يا ابراهيم، انا بقول لك الكلام ده واضح، انا بقول لك حاجه يا ابراهيم، اصحابي ما شاء الله كلهم فنانين، ايوه، وانا افتكر انه الفنانين ديل يعني ناس راغين يعني وبيتعاملوا تعامل هوبا هوبا يا ابراهيم يعني عشان انت تكون مرهف وحساس لازم تكون صادق في حياتك. اوكي، الزول اللي ما صادق في حياته ما ممكن ابدا يكون مرهف وحساس، ما ممكن انت تشتغل تيجي تشتغل ساعه في اليوم ولا نص ساعه وتاخذ مرتبك اخر شهر وتقول انا حساس. يا اخي دقيقه يا صلاح، يا اخي يا اخي انت اليوم كله دافر روحك في الشغل، هسه بتعرف شنو عن الفنانين وعن الفن؟ يا تو مسرحيه شغاله هسه في المسارح اللي عندنا، اوكي، يا تو برنامج شغال في شغال عندنا، ما عارف دافر روحك في الشغل كده ليه يا منو؟ قال لك منو؟ قال لك انا منظم وقتي، وقت المسرح مسرح، وقت الشغل شغل، وقت العزا عزا، وقت العرس عرس، كله مقسم. الزول لو نظم وقته يا اخواننا ما بتكون في مشكله. المشكله انتوا عايزين تعملوا الحياة كلها ماشيه بالسيستم بتاع التنظير والسبهلليه، وده كلام ما بيجي طبعا. انا ما بسمح لك انك تقول علي سبهللي لانه دي انصرافيه منك، اوكي؟ بالمناسبه يا كلمه سبهلليه دي كلمه عشوائيه انا لا يمكن استخدمها في مكان عام او في بين مجمع من الناس الفنانين وناس الذوق الرفيع، اوكي يا ابو الصلح؟ انا ما بتكلم عنك انت بالتحديد، لا انا بتكلم عن السبهلليه اللي بتتم في المكاتب وفي اوكي الذوق ده متخلف. بالمناسبه لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي انا 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 اسف على اللفظ، انا برضه احترض على المتخلف دي يعني، ما سوري ما للدرجه دي يعني، انا يعني اسف لكن حقق علي يا صلاح، اسف الكلمه طلعت مني يعني، عفوا حقق علي. لكن بقول لك حاجه، ما فتحنا الليله المواقع الالكترونيه عشان نشوف الحاصل شنو في العالم،
لازم تويتر فيسبوك كده. انا طبعا جيت بدري والحمد لله ما عندي اي ساعه بتاعت رضاعه. جيت بدري وراجعت كل الوسائل الالكترونيه وقمت صفحت الجرايد وصفحت الصحف ما شاء الله وعرفت اخبار الفنانين وافتكر انه الفنانين دي كريم ابراهيم دقيقه على المنوال على دقيقه أوكي. يا جماعه ما تاخذونا حنك ساعه يا جماعه. الجهاز بتاعي لا بايظ بتاع الكمبيوتر بتاعي ليه يعني يا سلام يا اخي يا اخي بدل تتصفح المواقع الالكترونيه وتتصفح الجرايد يتصفح الفايلات اللي قدامك الشغل بتاع الناس اللي قدامك عشان ننجزهم عشان نمشي نعمل لهم حاجه ثانيه عشان يحصل انتاج عشان يحصل تطور. انت مدفون بين الدفاتر والمجلات والحاجات اللي قدامك دي وعمرك ما حتمرق منها لا صلاح. لو سمحت الساعه كم؟ شوف الساعه قربت الساعه 12. سوري خلاص وقت انتهى ساعه الرضاعه بتاعتي. السلام عليكم. لا بالمناسبه يا هي اسامه تعالي الرضاعه دي مرتين في اليوم ولا شو؟ بالمناسبه عندنا مشوار اجتماعي لابد من انك تكوني معانا بالله لو سمحتي. ايوه معلش قلت شنو؟ عندنا مشوار اجتماعي. أيوة. لابد من انك تكوني معانا. انا اجتماعيه جدا على فكره. طبعا محمد ده توفى ليه زول في البيت يعني في الاسره فلابد من انه شنو؟ ايوه ابو عيان اوعى يكون ابوه الوالد الله رحمه الله عليه. انا من الصباح قلت لك الكلام ده قلت لي دقيقه نستنى أوكي. نستنى سامي على الاقل قال لي حقناه في العزاء في المقابر يا اخي. طيب يا اخوانا ما نمشي عزاء طوالي. يلا رح عموما انا عندي راي انا حمشي الصيام طوالي الخيمه طوالي. ايوه انا معاكم طوالي. يلا رح طوالي لانه هو دفنه قبل خلاص. يلا رح نمشي يا جماعه. يا جماعه يا اخي السلام عليكم. السلام البركه فيكم يا اخي. الله عزاكم يا اخي. دوام لله. البركه فيكم ان شاء الله يا اخي. الله يبارك فيك. البركه فيكم. حقيقة سمعنا متأخرين عشان كده ما لحقنا المغابر يعني معلش. انا ما في مشكلة. مرحبا بكم. الله يبارك فيك يا اخي. الله يجزاك الله الف خير والله. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا اخي يعطيك العافية. في زملاء جايين ورا هسه كلهم ان شاء الله. انا كلمتهم كلهم. الاخت سامية زي قامت مشت على النسوان بهناك. ايوه ايوه حبيها والله ما مشكلة. بلاقيها ما في مشكلة. شايف الترتيبات اللي العزاء ما زي ما توقعنا يعني مفترض انه تكون في ترتيبات اعلى من كده وفي شويه حاجات كده يعني. ايوه تعال تعال يا ابراهيم. يا اخي الزول عنده زول مات ترتيبات شنو يا اخي؟ موت يعني ده ترتيبات يا اخي. انا ما بتكلم عن الحاله بتكلم عن حاله الحزن نفسها يعني حاله الحزن نفسها المفترض انه يكون في هناك حاجات شنو يعني ترتيبات شنو زي بهرجه كده زي بهرجه كده تسر النفوس عشان تعوض عن الحزن الكثير اللي حوالينا يعني. لا بد من انك تخفف الحزن ده بشويه ريتوش يعني ورود في الخيمه مثلا كراسي راقيه ملونه الوان زاهيه وكده يعني. ياخذ عرس انا افتكر كده يعني. ده عرس ولا شنو؟ انا غايته ده رايي يعني. انا ما اقدر اقول لك اكثر من كده. فاذا انت عندك راي ثاني اوكي اكيد طبعا عندي راي ثاني. اوكي ليه بهرجه؟ ليه كلام كثير؟ ابراهيم نعم. عرفنا الكوره، عرفنا السياسه، وعرفنا الفن، كل ده بتنظروا فيه، حتى البيكا برضه دار تنظر فيه. والله سري البيكا ده محتاج له تنظير يعني. والله طالما هذيك كراسي وناس بيشيلوا فاتحه ومويه ومع السلامه. سري ليك سري ليك مع احترامي مع احترامي انك ود المرحوم. نعم. لكن انا لابد من انه يعني لابد من انه اقول رايي في مناسبه اجتماعيه زي دي. والمناسبه طالما انا قلت اجتماعيه معناتها انا جزء من المجتمع ده. المفترض انها تتحسن الحاله الاجتماعيه اللي احنا فيها دي. اوكي جدا. هي لكن ما في بيت البيكا. خليهم ما في بيت البيكا. خليه ياخذ راحته. اوكي خذ راحتك اتفضل. الوالد طبعا الوالد توفى اوكي كده ونحن دفناه ف اتفضل. والله يا اخي احسن الله عزاكم. انا مقدم بالمناسبه يتيم. انا مقدر يا عبد المرحوم. لو مقدر ما بتقول كلام زي ده يا اخي. لا منطق اللي بهرجه ويعملوا كراسي ويعملوا بتاع يا اخي. انا بهمني الظروف الاجتماعيه عموما لبلادي. لا 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 ده الزول القبايل استعجينا ندفن في المقابر برضه ظهروا لنا اثنين من من, من وين ما عارف. انا قلت يا ربنا اسال المكتب ديل يوم حصلنا هنا. لا ديل مرسلهم انا. مرسلهم انت؟ ايوه مرسلهم انا. يا اخي ديل عذبونا عذاب الله اكبر. مالهم حصل يا اخي ديل الطوريه الازمه ابراسين ده. أيوة. يشيلوا كده يثبت الزول يقول لا لو سمحت ما هنا هنا الحته دي لينا شويه عارفين هنا شغالين تنظير في المغابر يا اخي. ود اللي حد ده مش معروف
الغبر ده مش معروف بيحفروه كده وبعدين تاني بيحفروه كده وده لحد هو شبر واحد ده مش معروف لا يزال هاي معروف انا والله ينظروا لك في تنظير ايوه عزبونا عذاب الله اكبر يعني لابد من انك انت علي ميتة ومنظراتية والمشكلة مش المشكلة في البيكا ابوي مات مات اذا كان انت ما ملتزم تنظر لي في موت ابوي ما ملتزم المعتب بنظروا فيه يا ابراهيم يا اخي في قوانين وشروط محددة للمغبر ده يعني مفترض انك انت تقوم تلتزم بها ولا كمان ما يا ابراهيم يا اخو ودحد وبس بحطه فوق الزول ده يلا متفقين عليه ونحن كعنصر اجتماعي نحن متفقين عليه تماما يعني انه دلحد ده يا اخواننا شبر يعني ما تتجاوز حدود القانون وتقوم تعمل شبرين اوكي ولا ما اوكي قال لا لا قبله كده ده كده ما صح لا جيبه كده ما صح لا قال احتمال داري يجرب احتمال داري يجرب يجرب في المغابر يس معقوله بس يعني يا ابراهيم يا اخي يا جماعه دي ما طريقه دي يا اخي والناس يتونس المغابر عن الكوره وعن السياسه وعن الرياضه ناسين الحته دي دي محله بتاعت عزه يا اخوان عشان الناس تتذكر الموت يا اخي يلا لابد من انك تطلع من الموضوع ده نفسه عشان تخفف الحزن على ود المرحوم مثلا وكل اهل العزاء انت داير تعمل له بهرجه تقول لي ماسوره ما بتسكت مين طوالي ماسوره انت سوري لك سوري لك شغال شنو يا اخي الحكايه انا قاعد منطق ده ما منطق يا اخي انا قاعد اقول المنطق هذا تنظير ما عنده اي معنى يا اخي كلام في الهواء ساكت كلام ما ما عنده معنى يا اخي ما بيخدم غرض ما بقدي غرض يا اخي عموما الزول يا اخي المفروض ما يقعد ينزل وحياه محسومه يا محمد يا اخي شيل براسين ده اقعد احفر انت طق 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 بدل تغني تقول لا ما تحفر هنا لا دي الحته لا قبل المرحوم ده يجيبوه كده يا اخواننا الجنازه دي لا ودوها هناك الجنازه دي لا خدوها تحت واحد قال لنا الجنازه دخلوها جوا في الغرفه ما تخلوها هنا واحد ما عارف قال انت شنو ده دي لحظه دعاء لا تدعو فيها يا اخواننا لا لابد من انه الجنازه تطلع بشكل جميل كمان كيف يعني كمان يعني لابد من اننا تطلع بشكل يليق بها يعني كيف يعني يعملوا كوشه ولا يعملوا شو يعني انا مثلا بفضل انه السرير العادي ده ما بينفع يعني ماله لو جبت له سرير جرتك يعني شنو يعني بتكلفك ايه يعني بتكلفك شنو يعني ده ما عرس البشر البريش الابيض البريش الابيض ما سرير عن قريب ما في بريش دقيقه 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 تعال أوكي. تعال يا ابراهيم جدا دقيقه جاتك خلاص ازيك كيف الحال ان شاء الله بخير يا اخويا الحاصل شنو لقيت ود المهدي قبل وشلت له الفاتحه الحاصل شنو والله ما اعرف البشتنة دي شنو؟ البشتنة دي والله ما اعرفها ها لحد هسي ما ادوركم بقت مويه اشربها والله يا اخي البيت ما بشتن المياه دي خاطرنا على شنو؟ الطيقون دي خاطرنا على شنو ده ليلة يوم يا جماعة اوكي من حقك من حقك تطالب بحاجات زي دي ما ممكن يا ابراهيم انا كنت قبل شوية بطالب بحاجات زي دي قالوا لي نو نو امبوسيبل امبوسيبل ليش؟ انا عارفة ابراهيم دقيقة عليك الله تعالى دقيقة ابراهيم لحظة جدا تقوم شنو ملايا شنو ناس زول جاهم موت فجأة فجأة شنو يا أخي أبو ده تعبان ليه وكم يا أخي بعدين أبو راجل كبير عمره كم يا أخي التاسع البيت ده ذاته ما كان يضربوه يدير يعملوا له حاجة أبو كان راجل في المستشفى ليه كم يوم ما يشتغلوا يا أخي يحفزوا حالهم يا أخي يا سامية الدنيا دي يا جماعة يا ناس الدنيا سمع وشوف يا سامية ما أقول البشتنة دي يا ما أدونا خبر أبوي لما جاي يموت كان مفترض يجي يكلمنا اضطر يجي زال يكلمنا يقول ابوكم بعد ساعه او بعد ساعتين حيتوفى عشان احنا نعمل ترتيبات حاجه غريبه دي يعني انا جاي لك في الخيمه بغادي انا جاي لك في الخيمه بغادي قاعد مع الناس تشيل الفاتحه جابك هنا شنو يعني محللنا جابك هنا شنو صدق الوالد فاجانا بالموت ما كنا مخلينه افتكر انه يعني انك تدسدسي كل اللي قلتيه ده افتكر انا اختلف معاك تماما باعتبار انه انا قاعد اعتمد اعتماد رئيسي على الوضوح يعني لو في زول بقول له اكيد كده كده انت غلط الوضوح في الحق الوضوح في الحق الوضوح في الحق انا برى انه الحق يكون الصيوان مجهز تجهيزات عامه أيوة. وبرى انه أيوة. كل الناس من المفترض انها تنظر داخل الخيمه بعدين ده بقول لك حاجه يا ابراهيم شنو نحن نستفيد من الوقت الجايين فيه استفاده عظمى الخيمه ده ما محل تنظير يا اخي ده محل الناس تدعو له تقرا له قران أوكي. يا جماعه ده محل عزاء اوكي يا جماعه دي يا حسن اوكي لما تيجي معي للصلاه يعني يا صلاح الناس الضيوف ديل قاعدين يعني الناس ديل هسي لو جابوا لهم طباخ يا اخي النسوان ديل بيعملوا في اكل كده حاجه هامشيه يعني انا ما اربطني بصراحه لمحمد يا اخي ده موظف بتاع دوله معانا يعني يا اخي المفروض الناس ما اكلوا ما شربوا حصل شنو؟ ناس جاهم موت جاتهم ظروف ده ما عرس بيتهيأ لهم بيجهزوا لهم ده موت جه فجاه يا اخوان سوري يا ساميه انا ارفض التناول فيك نعم نعم ارفض جزئيه التناول فيك اللي هي كونك تتحدثي عن الاكل والشرب وتنسي الثقافه والفنون وعموم اهل الفن ها افتكر انك يعني نو 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 انا ما ممكن اصدق سوري معلش لا ما هو ما بتحسوا ما عندكم احساس
يا اخي احسن تتونس والله، خلت تتونس في السياسه، تتونس في الكوره، العزاء ده والحاجات دي حقه تخلوها والله، ما في داعي لها يا اخي، ما في داعي للتجريح ده يا اخي، ما كفايه نحن عندنا زول مات يا اخي. لا يا محمد، علينا الاثنين يا اخي، يا محمد احنا والموت الاثنين يا اخي علينا، حرام عليكم يا اخي. يا 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 محمد يا اخي، بعدين العزاء ده يا اخي شيل فاتحه وشرب لك كوبايه ما تخرج يا اخي. لا والله يا محمد، شنو يا اخي؟ شفتني يا اخي؟ انت كزول زميلي يا اخي، انا ما زميلك ولا اي حاجه. وشغال دقيقه يا اخي افهمك، انت كزول زميلي وشغال معي في المكتب. انا يا اخوانا يا اخي شكرا يا اخوانا، اسمعوا محمد، انا خايف عليه، الناس في المكتب يتكلموا يقولوا زول ده ما يهتم بك وابوه ما عمل حاجه، ما ممكن يا جماعه. يا اخي ده بك يا سامي، يهتم بشنو؟ عرس ده بك؟ زول ما تلاقي ده ودي امكانياته ودي قدرته. اوكي اوكي يا جماعه دقيقه بس، نمشي المكتب، نمشي المكتب، ممكن يصرفوا في البيكا وفي الفارغه ولا الكلام ولا يوفرها اللي كان عنده ايتام ولا عنده زوجه ولا عنده حاجات. والله يا اخي انت كمسؤول مننا يا استاذ صلاح، كمسؤول مننا في المكتب، انا برى انك تقوم تطلع لنا بعد الميزانيه الماليه على اساس انه نقدم لود المرحوم هديه. اوكي شكرا يا استاذ، انا ما محتاج يا هديه، دي طلع من عندك انت، من مرتبك انت، ده واجبك انت تجاه الزول ده. ما بنعرف اخواننا الفاتحه، كتر خيركم والله ما قصرتوا، كتر خيركم. أوكي. اوكي شكرا جزيلا، جزاكم الله خير اخواننا، ان شاء الله ما نجيكم في شينا، كتر خيركم. طيب مقبوله منك، الفيكم انعرفت. اوكي كتر خيركم. تعال يا ابراهيم دقيقه، افتكر انه ده وضوح ما داير تاني نقاش يعني. هاي هاي، ولما تجينا في المكتب هناك بعد ذاك نفتح حوار. ما داير ما داير. تعال يا ابراهيم دقيقه، تعال دقيقه دقيقه يا ابراهيم. ايوه بصراحه كده انا ارفض الطرد دي بالمره. الطرد خليها، انا بصراحه انا هي يعني حاره يعني، يعني هي حاره شديد يعني، فكون الواحد يطرد في خيمه بتاعت عزاء. يا اخي انت جبتوا لنا نفسكم، معلش دخلتوا في مواضيع ما بتخصكم، في طقوم وفي ملايات وفي زخرفه. زول ما تلو زول، الكلام ده كله لزوم شنو؟ لا شيل الفاتحه وعز وترحم على الميت ومشوا. بكره يا صلاح حتشوف ناس الحله وناس المكتب كلهم، ناس المؤسسه كلهم حيتكلموا عن محمد ده كيف، وقولوا ساميه قالت. انت وراك شكل اجتماعي، ده شكل اجتماعي لابد من يتنضب. ده كلام فارغ. اه ده كلام فارغ ما عنده اي معنى. انت انصرافي بالمناسبه. انت الانصرافي. انت انصرافي. انت انصرافي. انت افتكر انك انت ما واعي بشكل الكلام اللي انت قاعد تقوله. بعد ذاك انا ممكن انا كويس انفجر، ممكن انا اتدفق يعني، باعتبار انك انت انسان ما بتحترم الاخرين. اتدفق بربيت البيت يا اخي. اوكي 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 امشي خلاص، خليني اتكلم مع زودة يا معلش يا احمد، احنا اسفين يا اخي، انت عارف الجماعه دي المنظراتيه وكده يعني. يا اخي ده تنظير، لكن ما لدرجه الموت والمغابر والدفن والحاجات، ما لدرجه دي يا اخي. الناس ارقامه الدنيا، عرفنا السياسه وعرفنا الفن وعرفنا القطعه في الناس وعرفنا الكلام في الحكومه وعرفنا الكلام في اي حاجة، لكن كمان نتكلموا في الموت. اسال الله عزاكم يا اخي، وربنا يتقبل ان شاء الله. معلش قدام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله افتكر انه التنظير ما صح في المناسبات، من المفترض استاذ ابراهيم انه يشتغل ذاته بدل ينظر يعني. الحقيقه يما ينظروا كثير ويحفروا هنا ويدفن هنا زي كلام هسه سمعناه. يلا يلا بعد نمشي هناك انه شنو يقولوا له ويدعوا له انه ما ينظر عن عن عن, عن, عن البيئه بتاعت الصيبان وكذا. والله انا افتكر انه اي انسان في مؤسسه حكوميه كمدير ولا استاذ يعني، الزول اللي يكون قاعد معاك لو عنده عذر ولا كذا انت يعني تشوف حسب يعني مدى التاثير حقه هو وكذا. يعني الكلام اللي بيحصل ده كله غلط يعني، هاي كله مجلد. التنظير ما في داعي له والله، ما في داعي له اصلا، ما في داعي انه يتكلموا بتلفونات وكذا، مفترض يراعوا للعمل. ثاني في كذا الوفاء يعني، ما ظريف ان الحياه دي كلها تتامل. ده اول حاجه نتائج طبيعي لمؤسسه البتين في مؤسسه الخدمه المدنيه، لانه العطاله اللي هم فيها والفراغ اللي هو فيهم خلوني ينظروا حد في بيت البكا. الناس بقت لما تجي محل العزاء ما بتتكلم يعني، مثلا تترحم على المرحوم، تدعي للمرحوم، الناس بقت تتكلم انه ما عمرته وما بنيت، وده ما موضوع اصلا. الناس مفترض تطلع للحته دي ومفترض تعالج الحته دي يعني. تاني جينا للمكتب الحر. انت العمل يا استاذ المكيف في صيانه، اصبروا لغايه ما يتصلح يجيبوا لكم يا اخوانا. المشكله شنو؟ الكلام ده ما يتلاك كثير يا اخي، الكلام ده كله له 3 يوم يا اخي، له كله له 3 يوم يا اخي. أوكي. يا صلاح 3 يوم، يا صلاح انت زول اللي بتشتغل ده
امبارح مش قلت لي رفعت التقرير ده قبل 3 يوم للمكيف ده لحد يعني شنو يعني؟ ما نفس المشكله نفس الزول اللي قاعد بهناك ده بينظر زيكم انتوا زي 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 شغلكم ده هعمل شنو انا يعني؟ لو هو زال شال التقرير ده ودخل المكيف ده الورشه كان يصلح وجا راجع انا كل يوم بسكو كل يوم بمشي له نفس طريقتكم دي يا اخوانا كده ما معقول يا اخوانا ما ممكن احنا نجي من الشارع تعبانين حرانين نجي نلقى المكتب سخن نشتغل كيف يعني؟ والله الطريقه بتاع الشغل ذاته والله انا لو عارف كده كان حضرت المباراه مباراة شنو كمان انت تحضر ليها؟ برشلونة ريال مدريد يعني افتكر انه يعني انه ده مستوى عالي جدا من المهارات في اللعب يعني وافتكر اننا نحن يعني لسه يعني ما حصلنا المرحلة بتاعت اننا نكون زي مستوى الفرق اللي احنا قاعدين نشاهدها دي انا شايف انت عايز تغاري نفسك بريال مدريد وبرشلونة؟ وليه ما نغاري روحنا ليه؟ ليه انت قاعد ناقصنا شنو احنا؟ بس انا داير اعرف ان احنا ناقصنا شنو؟ ناس احترافيين، ناس منظمين، ناس مرتبين ناس بيعملوا حياتهم كلها بترتيب ما عشوائيه لا لا اوريك الفرق يا صراحه انت ما عارفه الناس دي ناس برشلونه وريال مدريد ده الموفرين لهم جو بتاع شغل بتاع عمل ما زي البيئه الشغالين فيها اللعيبه بتاعتنا نحن هنا اللعيبه بتاعتنا صح ولا ما صح يا جماعه ما ممكن اللعيبه بتاعينك ديل اللعيبه بتاعينك ديل مهتمين باحترافيتهم مهتمين بتمارينهم مهتمين بحياتهم يا اخوانا عليك انا خلونا ساكت يا اوكي اوكي الاهتمام ده ذات اللي بيعملوا لي يا صلاح الاهتمام دي في جهات مسؤوله ومنظمه مفترض تهتم باللعيبه ديل عشان يلعبوا بنفس المستوى بتاع ريال مدريد وبرشلونه يلا كويس انتوا دوركم شنو انتوا ناس بتشجعوا الانديه المفروض تكون عندكم عضويه في الانديه تسجلوا عضويه عشان تيجي تنتخبوا الزول المناسب اللي بيقدر يعمل لكم الحاجات دي لكن ما في زول فيكم بيمشي مين الزول المناسب كل ما كده تديك اداره دقيقه ما دقيقه يا اخي عارف ما في رغبه اسي المزعله بقت مزعله تجاريه الميادين الخضراء المحموله دي كله زول داير يلعب يدفع 10 جنيه الساعه ب 10 جنيه يا جماعه المجهود اللي اتعمل في الميادين اللي لو اتعمل في الانديه بتاعتنا مش كان احنا مشينا لقدام انا معاك ما بقول لك ما في قصور في قصور لكن احنا برضو عندنا دور كإدارة كلاعبين أوكي كل الإدارات السابقة لكل الفرق يعني ما أكلهم وما تجاوزوا الفسيخ وملح شرموط وهكذا بعد ذاك أفتكر إننا يعني لو جينا نحن للحياة دي ونفحصها بنلقى الكمية الغذائية أو المادة الغذائية في المواد اللي قاعدين يتناولوها اللعيبة ديل غير كافية لأنه الواحد يحصل خط ستة بتاع خصمه يا إبراهيم يا ابراهيم اوكي السودان فاز سنه 70 بكاس افريقيا كان بياكلوا الويكه وبياكلوا الكسره وبياكلوا الحياه دي فزنا سنه 70 بكاس افريقيا انا اتحدث عن الان 14. انا اتحدث عن الان انا انسان الان انا انسان اليوم يعني افتكر اننا لو قمنا رايعنا خطوه ورا شويه كده أيوة. حول الفريق مثلا الفريق القومي اسال نفسك اول حاجه عداك انا عليك الله تنتظر اوكي اسال نفسك ليه من سنه 70 لغايه 2014 احنا ماشيين متخلفين؟ لانه كثره الويكا في المعسكرات سنه 70 ما كان بياكل ويكا وغير سنه 70 كان في غير الويكا شنو كان فيهم برجر ولا كان في هوت دوغ ولا كان في زي ما قالت حبوبتي ويك الزمان اريت ويك السرور ويكت زمان المبتبور ويكت زمان فينا في عظامنا جارية مزلقة نجري بدون ما نعاين ورانا ويكت الزمان ريتا ويكت السرور أوكي؟ يا صلاح يا صلاح عليك أنا إبراهيم ده خليه أنا عارفة إبراهيم ده أيوز أنا بنظر زيه لكن أنا بنظر بموضوعية شوية أكتر منه لكن إبراهيم ده أنا عارفة منظراتي لكن يعني نحن الأتيان بتاعتنا دي نعم لو قعدنا كده وعملنا لنا دراسة بتاع جدوى للشغل بتاعنا ده نشوف اللعيبة ديل الناقصهم شنو الأندية دي ذاتها دايرة تهيئة يا جماعة دايرة شغل دايرة قروش نحن أي زول يدوه قروش عشان ينظم الأندية دي عشان يضيف للعيبة بتاعتنا ما ممكن يا جماعة ما ممكن طيب يا سامية دراسة الجدوى والحياة دي بيعملها منو إذا أنتوا هسي قاعدين في المكتب زول فيكم بيرفع ورقة ما في أي زول بيشتغل ما في أخوانا منو بيعمل دراسة جدوى؟ خلاص منو بيخطط؟ منو بينظم؟ بدون يدرس الجدوى اشتروا لعيبة بالراس. ما في داعي للغلبة والكلام الكثير، لأنه الكلام الكثير بالمناسبة بيؤدي لنتائج طيبة. بالعكس صدقني لا 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 سوري سوري الكلام أنا أختلف معاك في الحتة دي لو سمعت يا صلاح. أنا أختلف معاك في الحتة دي. والحتة دي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
بعد ذلك انا ممكن اطلع لك المخزون جواي ويس وافرغه لك هنا. بالمناسبه ممكن تحتار لسه ما طلعت يعني لسه الله لسه الله ما بتعرف هو يعني. بس الرياضه يا جماعه هو الرياضه بس يا جماعه نحن عندنا حاجات كثيره يا جماعه عندكم الصحه يا جماعه هسه السخانه دي السخانه دي نحن عملنا لها شنو يا جماعه ما ممكن في امراض بتجي في الموسم بتاع السخانه دي وين التطعيم بتاع السحائي وين انت قاعد تمشي المراكز التطعيم متوفر في المراكز لكن ليه نعمل لكم حبله بتاع التوعيه ويعمل لكم 20 500 اعلان بس لكم ما بيمشي ده واجبون علينا يا اخي نحن كمواطنين انت واجبك شنو انت واجبك شنو هسه سبت بنتك انت هسه بنتك صغيرة سبتها وديتها طعمتها ايوه طعمتها جاراتك طعموه جاراتي انا بزول عن جاراتي ايوه ده ما دورك انت انت كزوله مستنيره متعلمه المفروض توعي جاراتك تقولوا يا جماعه في تطعيم في المركز الفلاني امشوا له انت ما تفتكري انه دوري خاص عليك بس حاجه ثانيه ممكن تدعمي يا اخي يعني الناس اللي طالعين المواصلات دي مثلا ممكن تدعم لهم مظلات مكيفه تغيير شر السحاي ده يا جماعه يا جماعه نحن بلد زراعي الشوارع دي كلها ازرعوها بالاشجار عشان الناس من الشمس دي تجيب الاشجار ما انا افتكر انك تحقق كلمه سياحي تحقق كلمه سياحي وكلمه سياحي ما بتتحقق الا اذا كان الراكب جاء وقعد في المقعد اول حاجه اتقدمت له حلاوه وثاني اتقدم له عصير بارد فريش عشان تقوم شنو تهيئ روح الراكب على اساس انه ما يشاكل مع الكمساري ما يشاكل مع السواق ادفع حقه كاملا وافتكر انه ده السليم والممكن تمشي حوالينه و انت بالطريقه دي هتطلع روح الراكب مش هتزرب لا البلد حتستنزف سري انت متضامن مع السواق انا ما بسمح لك يا اخي ده تنظير غريب جدا يا اخي اوكي ما بقول الطريقه دي يا اخوانا اي حاجه عندكم فيها راي وما شغالين اي حاجه وقاعدين ساكت ولو ما الراي بتاعنا دي الحاجات بتمشي كيف ما لازم الحاجات يتكلموا فيها ويتكتب فيها عشان الناس يعملوا لها دراسه عشان الناس يتناقشوا فيها هتعمل الدراسه من عزيزي يا عزيزي لولا المقالطه لولا المقالطه والجدل لن يكون هناك حوار مثمر ومفيد اسمع الكلام من بالمناسبه وانا معلق والله ذكرتك يا ابراهيم انا قلت له واحد بغالط فيني قال لي يا اخي السياسه في البلد دي ماشيه بالقلبه قلت له السياسه ماشيه بالقلبه كيف يا زول وقعدت اتناقش لك معاه فتح معاي مواضيع ابى يجيب كله في النهايه لما خلاص ادمغت لك بالحجه وكده وخلاص حاسس نفسه داري انهزم قال لي شنو؟ قال لي لو سمحت اتمترس داخل حدودك يس والعب خارج زمني اوكي انا ما فاضي لك والله ضحكت ضحك اتذكرتك ده لانه انسان رهيف انسان رهيف انسان بيعرف يدغدغ الاحاسيس كويس انسان بيعرف ينتقي مفرداته بجمال وافتكر انه ده لو لقينا منه كثير يعني أيوة. ممكن يساهم في تطوير البلد دي لقدام أيوة. وممكن يعني نحن نكون احسن بلد في العالم اذا وجد المثقف الواعي وشكرا جزيلا لكم طلعوا روح لنا الصباح يا اخي قال ما بيشتغلوا اي حاجه يا منظمات في السياسه في الصحه في التعليم في اي حاجه واليوم اسبوع ورق قاعد قدام الاسبوع ما يجرفوا قلم وعايزين البلد تتطور كيف الكلام ده ها قال التعليم زاد سنه صحيح أنا حقيقي ما ده ما اسلوب نقاش تتناقش به وتفتح به موضوع مهم زي ده كيف يعني ها ده موضوع سيريس يعني انا نفسي كيف اقول لك شنو يعني لا ما تستبسط الامور أيوة. ما تستبسط لا يعني اقول لك يعني بالتنظير اقول لك يعني من حيث افتكر انه الناس المفروض تقعد تفاكر أيوة. عشان تصل ل اهو بدك تتعلم اهو يعني اهو بدك تتعلم يلا طلع جواك طلع المخزون جواك لو سمعت ايوه يا اخي انتوا شغالين بالفارغه يا اخي دي ثقافه شنو دي يا اخي والله دي ثقافة ما تفتش لثقافات ثانية يا اخي نحن ماشيين لورا الناس ماشية لقدام بالمناسبة احنا تجاوزنا المحلية يا اخي تجاوزنا المحلية اوكي يعني احنا المحلية دي ما فتناها شبر والله يا محمد اقول لك حاجة نحن لو لقينا كده مجموعة بتاع الشباب نيرة زي ابراهيم ده كده كنا مشينا لقدام ابراهيم ده بيتكلم ساي اشكرك جدا حشاش بيدقنه بيقول كده نعمل كده نسوي كده قاعد يمحله ما بيتحرك ما هو اقول لك شنو اقول لك شنو في عالم يعني عالميا نعم. في ناس بينظروا في ناس بينفذوا ما لازم المنظرات يا ريال يا اخي احنا كلنا منظرين المشكله ما في زول بيخلص المشكله علينا وين كده يطلع لنا زول بيعمل شغال ما عندنا زول شغال كلنا الان في حاله بحث كلنا بنلقى الناس انا الان في حاله بحث ايوه انت طوالك حاله بحث يس 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 الانسان ده بالمناسبه لابد من انه يكون في حاله بحث دائم
باعتبار انك انت ممكن كل ما يوم تستفيد مفردة جديدة، تستفيد موقف جديد يضيف لي معلوماتك ويضيف لي اوكي انا زي تعبت وما قادر اتكلم. اوكي على البحث انت اوكي. يا ريت يا ابراهيم لو بتتعب في شغلك، يا ريت لو بتنجز حاجات الناس. انت تعبان في الكلام في النقل في التنظير، انت وسامية ليه يا اخوانا؟ ليه تنظير؟ اشتغلوا شغلكم ادوا عملكم. سوري يا صلاح سوري، انا موضوعية جدا، انا موضوعية. ابراهيم ده ممكن يكون فايتني شوية كده، لكن انا شخصيا انا زولة موضوعية، اي كلام بقوله بنفذه. ممكن لو ما قدرت اعرف نفذت شنو يا سي من الشغل قاعد في طرابلسك لو 10 يوم 15 يوم نفذت شنو؟ 5% منفذ، 5%. وليه 5%؟ أيوة. وليه 5%؟ 95 ليه ما يكون 100%؟ انا عندي ظرف يا اخي، انا عندي ظرف. سعد الرضا بيجيها كل يوم 5 مرات في اليوم دي؟ انا عندي ظرف. ايوه ده ظرف. لا وال 95 دي قصدتيها يعني ولا شنو؟ القصد ال 95 دي ولا شنو؟ ما بشتغل يعني. يا محمد انت سعد الرضا بنت دي عمرها الان 5 سنين. نعم وانت مالك يا اخي؟ يا اخي انت طلع لها شهاده ميلاد. انت مالك؟ احنا ما عارفين. بتخش في الدوله؟ بتخش في البلد؟ بنت عمرها 5 سنين بتطلع شو بدي اصو؟ يعني ال5 سنين اخليها مع امي يعني ال5 سنة دي اوديها وين يعني انا؟ اوديها وين؟ هي مكتوبة، هي مكتوبة رضاعة ولا مكتوبة حمالة؟ احترموا حقوق النساء، ما ممكن. لو سمحتي أيوة. لو سمحتي هي مكتوبة رضاعة ولا حضانة؟ ساعة رضاعة. ساعة رضاعة عمرها 5 سنين. اوكي اوكي خلاص وصل في الكلام. يلا نعمل اجتماع. ايوه ايوه نعمل اجتماع للموضوع ده. انا يوم ما انتهى بعد ها لا لا لازم انتهى. لازم الاجتماع ده عشان أيوة عشان اي زول يعرف حقه. أيوة وين يعني؟ ايوه ايوه افتكر اننا لو قعدنا في طاوله واحده. أيوة وتفاوضنا كويس بنوصل لنتائج كويسه. سنتين سنتين تمت 5 سنين. دي بدات تاكل همبرجر. تاكل همبرجر يا اخي ما معقول يا اخي. بس حسن لفظك لانه ما تستفز مشاعري ونحن طالعين على الفطور. اوكي اخواننا خلاص بعد ده نتحرك. والله يا محمد خلاص غلبت مع نازل. معلش اوكي 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 التنظير ده ما حيجي فصلا يا اخي. هاي لكن ننظروا ويشتغلوا، ننظروا شويه ويشتغلوا شويه. لا 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 مش انت بس خلي عندك خلي عندك روح نقاش لو سمحت يا استاذ صلاح. اكتر من كده يعني روح النقاش لابد من ان تكون متوفره جواك باعتبار انك انت عشان تقدر تقوم تتعامل مع اللي حواليك عشان تقدر تنجز وتتكلم عن اللي يا ده. ابراهيم اوكي ابراهيم اوكي عايز تتكلم عن المنطق. ايوه انت في شهر الفاده غايب 7 يوم، كل يوم عندنا بيك قاعد في الحله صح ولا ما صح؟ ايوه قلت لي مسافر عندنا عمي مات في بورسودان. أيوة. يدك لقيتك قاعد بتلعب كشتينه صح ولا ما صح؟ انا كان عندي بحث بالمناسبه وشغال بحث كشتينه. يا ابراهيم يا اخي الالفاظ قاعد يقول يا ابراهيم تابع لموضوعي تابع لموضوعي. يعني انت لما لقيتني انا اثناء الكوتشينه انا كنت بذكر لألفاظ ومفردات عشان هي تضيف لبحثي. اوكي تاو لا نعم بحث ده يعني داير تعمل دكتوراه ولا بحث تكميلي ولا ماجستير ولا دايته بحث يا اخوي؟ والله عموما في شؤون كل الافراد يعني في شؤون الاجتماع يعني والمجتمع بمناسبه الاجتماع دي. يس احنا اخواننا معزومين فطور. معزومين فطور؟ اوكي اوكي محطة واحدة من هنا نمشي المواصلات نركب نفطر نجي راجعين. بس دار اوريك دار اقول لك ليه؟ لا والله دار اقول لك في السكن نتكلم في الشارع. حتى حاجة اقولها لكم ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. اوكي تشاو نجي راجعين. ها شلون قالين حاجة نركبها؟ اصبروا شويه بتجي العربات ان شاء الله بتجي اصبروا بس اصبروا شويه. عموما انا وجودي هنا في المحطه دي ايوه بيضيف لي كثير جدا. بيضيف لك؟ ايوه انا محتاج بالمناسبه الاحظ الشارع والاحظ ناس الشارع. لا المحطه المفروض يعملوا لها شنو زي الحر ده المفروض يسوي لها شنو كذا نظر لنا فيه وعليك الله ما عندنا شغله. المحطه يا سي عزيزي الفاضل مفترض انه تكون في مظله. ايوه ومظله مكيفه كمان. ايوه وفيها ثلاجه. ايوه اوكي ايوه وفيها انسان يستقبلك المحطه بابتسامه. الكلام ده كله في المحطه. يس المشكله يا محمد الحاجه المخجله هو بيطلب ما بدي حاجه ما بيشتغل حاجه. انت جاي خلي البلد دي تنهض عشان تعمل لك مش تعمل لك تعمل لك تعمل لك مش مظله 50 متر مظله تقعد تحتها يا اخي. يا استاذ صلاح انت ما شغال اي حاجه. يا استاذ صلاح يا استاذ صلاح انا لو ما ريحتني انت لا يمكن انتج. لا لا كده دقيقة لابد من انك انت تريحني بكل الحياة اللي انا عاوزها. المفروض هنا يكون عندنا شنو في المحطة قلتها؟ المفروض واحدة واحدة. يلا المفروض أيوة. اوكي اوكي طالما أيوة. بدينا التصنيف ايوه مفترض انه تكون في مظلة ايوه مكيفة مكيفة ايوه ايوه وبيها ثلاجة ايوه
وإنسان يخدمك ويبتسم لك عند غدومك وعند رحيلك. أيوة. أنت قاعد تخدم شنو؟ لا 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 أنا قاعد أخدم هو ذاته. لا يعني نحن قاعد أخدم اللي يبتسم لنا؟ نحن أوكي من الناس نحن من الناس اللي بيحافظوا على الحاجات يعني؟ نحن أساسا مفترض إنه ما نخدم أي حاجة، كل زول عنده مهمة محددة المفروض يقوم شنو؟ إنجزها. يعني المبتسم ده إنجازه الابتسامة دي والاستقبال والوداع. أيوة. التلاجة مهمتها محددة. أنت مهمتك محددة في المكتب سامية مهمة. يس. الناس. الناس. البشر هاي. يلا بعداك الناس بيتفاوت. يعني الناس بعداك بيتفاوت. يجيبوا لها اثنين يحرسوها صح؟ والله يا لا يا حبذا. ما يعني تلاجة. أنا بقول يا حبذا الشارع. والله. الناس تشرب منها صح؟ يجيبوا لها أوكي. يجيبوا لها اثنين يحرسوها لأنه لو خلوها برا بيجي زول بيبوظها. حيبوظوها أكيد طبعا. وبيجي زول منظم حتى لو يا محمد جابوا اثنين حرسها لهم برضه حيجيبوا موظفين يحرسوها صح؟ حيقعدوا ينظروا زي ده حيخلوا ثلاجتهم برضه نفس المشكلة. المبتسم ده قاعد يعمل في شنو يا اخوانا؟ المبتسم ما ممكن يعني ما حدوده الابتسامة. عليك الله يا محمد. محمد انا تعبت عليك الله انا تعبت من الزول ده. طيب. اساله سؤال هو عمل شنو؟ هو قاعد يعمل شنو؟ طيب خليني من هو عمل شنو؟ انت قلت المحطة يكون فيها مظلة يس تكون مكيفة يس يا اخي احنا ما دارين المظلة ولا دارين التكييف ولا دارين زول يبتسم لنا ولا دارين زول رجعنا في المحطة دارين نجي نقف في المحطة يجينا باص يجينا عربية يجينا أي حاجة تشيلنا تودينا وين دي؟ ده موضوع سهل جدا ده سهل؟ أنا بتكلم عن حاجات لا لا بس قبلك يعني ده سهل أخذ المحليات والحكومة والولاية كلهم قعدوا غلبون حلوا لنا إنت عموما دار لك حاجة حلو يعني إنه المحطة دي مفترض إنه على الأقل تتشال الكوشة قدامها دي ايوه وما تتعمل هنا وتتنظف والمحطه ذاتها ما تتعمل ايوه ومن حق اي مواطن يجدع اي حاجه هو دايره ها يجدع كيف يعني انا شايف انا بتحدث عن المواطن لما نتحدث عن المواطن انا بتحدث عن معاناته الحقيقيه في انه يجمع الاشياء المتساقطه في سله مهملات ما معروف الحيجي منها شنو بعد ذاك حفاظا على صحته لابد من انه يكون تكير اوكي يا اخي اول حاجه السلام عليكم ورحمه يا الله لسه واقفين انت تخيلي يا الله يا اخي لسه واقفين والله بصراحه كده المساله بتاعت الوقوف الطويله نحن كجندر بنعاني منها جدا انا مستمتع بها جدا مستمتع بها أنا جدا انا اختلف معاك لانه مستمتع بها جدا اقول لك حاجه يا ابراهيم لانه بشوف فيها عيوب الاخرين نعم بشوف فيها عيوب الاخرين بعد ذاك انا لو شفت عيوب الاخرين بقدر انظر تنظير جيد لحالتهم هم ذاتهم لا يا ابراهيم انا دار انظر في حاجه والله انا بفتكرها موضوعيه جدا جدا اوكي اوكي يعني مثلا الناس واقفين في المواصلات جدا جاء بس ماشي في نسوان كبار دارين يحصلوا مستشفى يا جماعه أوكي. كويس أوكي. في بنات صغار دارين يحصلوا جامعه ما ممكن الرجال بس بقوا يملوا لك الباص ده يا ولا ما ممكن يا جماعه معقوله دي انا ده المنطق فمن من حقوق المراه يعني مفترض يكون عندها يعني تميز خاص يعني في المواصلات كويس وين حقوق الرجل يا خرا الرجل لا يعني طوال يعني مثلا يا ساميه اتكفت وشلت وما عنده اي حقوق ما كده ما عصرتوا علينا شديد يعني يا ابراهيم يعني. ابراهيم دقيقه عليك الله أيوة. عليك الله دقيقه علي لي يا ساميه ايوه نعم انت قلت حقوق المراه ايوه صح ولا ما صح ايوه المرأة دي الناس ونظمت حاجاتها ايوه الزول الناس كلها بتطلع تمشي بيت البيكت اثناء ساعات العمل أه. وده غلط ايوه صح؟ نعم ما بتنظموا حياتكم بتمشوا في حيات ما بتستحق كيف حياتكم يعني مثلا ماشيين لهم قول خير قول خير ماشيين 500 مرة دي إهانة بالنسبة لنا نحن كنساء كيف نحن بنطلع في حياتنا ما بتستحق؟ ما بسمح لك انك تقول مرأة نسوان تقول شنو يعني؟ نسوان يقول ست مدام يعني كده يعني فمرة دي يعني شويه كده يعني انا اسف جدا أوكي. يا ست أيوة. اطلعي في مواعيد المناسبه اللي ما بتضايقك في المواصلات امشي للحاجه المهمه عشان ما تعملي زحمه في المواصلات لا يا اسمح هالكلام ممكن تسمعني يا صلاح جدا اسمعني يا صلاح والله بصراحه كده انتوا بتاعي مننا اهو احنا مثلا عندك انا كويس بطلع من الصباح بشتغل زيك كويس لا ما زيك زي لا زيك لا ما زيك لا ما خلاص كويس كويس زيك بشتغل باجي راجع كويس ما بلقى فرصتي في المواصلات باجي راجع البيت انا انت مثلا كرجل مرتك بتطلع معاك الشغل بتديك القروش بتاعت الهلال بتديها تمشي تجيب الخضار بتطبخ ما بتشاركونا في حاجاتنا ما يعني ما تعبتونا يا اخي ارحقتونا يا اخي انا معاك في قصور في مشاكل في حاجات لكن ما بتتعالج بالطريقه دي تتعالج كيف ما بتتعالج بالطريقه دي كيف؟ ما بتتعالج بالطريقه يعني نعمل لها هنا انا بالمناسبه انا هعمل موقع
في الفيسبوك وفي تويتر عشان الحقوق بتاعت المرأة لازم لازم تقفوا معي كلكم. ايوه انا هنا مع حقوق المرأة يا سامية. أيوة. مع حقوق المرأة. لا. لكن المرأة كمان تراعي الحقوق الثانية. ما بس حقوق المرأة وبس، في حقوق ثانية غير المرأة تتجاوز حدود لحياة ثانية. عليك الله عليك حقوق. الله عليك الله، شوف لنا حقوق المرأة وشوف لنا حقوق الرجل وحقوق الطفل وشوف لنا عليك الله يوم الرجل العالمي برضو. لا ما عندكم ها؟ ما عندكم. ما انت شوف لنا دبارة يا محمد. أيوة. سامية دي الآن جات معانا المكتب. جيتها ما عندها أي فائدة، جات المكتب ما اشتغلت أي حاجة. أنا بتمشي زاحف في المواصلات، يبقى ده ما منطق. لو أنت بتجي تشتغلي وتنجزي شغلك، هاي احنا معاك في قصور في مواصلات ما فيها بنقيف معاك. أنت ما شغالة حاجة يا سامي. والله يا صلاح أنت بتاخدي ليه؟ معليش أنا شايف القصور منك أنت تحديدا. كيف بالمناسبة؟ أنت قاعد يعني تنبهنا عن التنظير وأنت أكثر واحد منظر بالمناسبة، وأنت ما فاكر أنا حللتك بالمناسبة. حللتك. أوي. حللتك في الفترة البسيطة اللي اشتغلنا فيها دي، وأنا سعيد سعيد إنه أنا اللي تنزل أحلله بهذه المواصفات. أمشي أقرأ سايكولي. أيوة سايكولي جيتا. أيوة نعم. أنا هنا ما دارين تنظير في المكتب ولا دارين تنظير في أي حتة. لا خلاص ارفضني. ما برفضك أنا. خلاص يا أنا يا تنظير يا أنا. تنظر أنا وأنت ما بنقعد سوا تاني. ما دارين أي تنظير، الكلام ده واضح. يا اخي اشتغل شغلك ما داير تجي بالمنطق، ما داير تجي يا اخي. ما ممكن اليوم كل يخت نظر لنا يا اخي، يا اخي ما ممكن يخت يقول لنا الدوله المفروض تعمل والحكومه المفروض تعمل والشعب المفروض يعمل والرجل المفروض يعمل والمراه المفروض تعمل والكوره المفروض يحصل فيها كده والفن المفروض يحصل فيه كده وما بعرف ذاك المفروض يحصل فيه كده. شنو يا اخي؟ شنو انت ما في زول غيرك يا اخي؟ انا افتكر انه حوارك يا اخي. ما تقول لي حوارك، انا ما داير معك اي حوار يا اخي. ما تنظر لنا في المكتب ده ثاني. تنظر لنا انا وانت والله ما كويسين بعد ده. والله يا اخي تحصل بيناتنا مشاكل. اذا انا لا يمكن، انا لا يمكن. ما تقول لي لا يمكن ولا انا ما تعمل لي حركات. اوكي ولا ما اوكي ولا اي حاجه يا اخي. شبعنا يا اخي التنظير ده مني يا اخي. شبعنا يا اخي. اشتغلوا يا اخي. شبعنا. تعال ترفيع لنا يا اخي. يا اخي. ما اقول يا اخي. هذا يا اخي. والله انا افتكر انه ذي ما افتكر، ما تفتكر يا اخي. ما معي شيء، ما افتكر. في شغل، في عمل يا اخي. طيب انا اعتقد. ما تعتقد. يا اخي احنا شيء ضيعنا برا، اعتقد وافتكر في الحته دي ومعليش وبتاع، ما في حاجه ضيعتنا يا اخي. ما نقدر ننظم ساعه يا اخي. خلاص برا اليوم كله يا اخي. وين الشغل؟ وين العمل يا اخي؟ الوان ما بيشتغل، خلينا احنا نشتغل يا اخي. الوان بيوفر يعني. انا ما اتكلم يعني خالص، ما يعني تتكلم. ما اتكلم يعني. اشتغل مفيد يا اخي. اشتغل شغلك. اوكي اوكي انا بدون تنظير ما بقدر اعيش. شوف انا كلمتك زي السمكه في المويه، لو طلعتها من المويه انت ما بتقعد معانا. رجاله حسنه ما بتقعد معانا. والله انا موظف. ما تنظر لنا ثاني. انا موظف حكومي. اتفضل برا. شوف شغلك. اشوف شغلي. اه يا اخي شوف شغلك. اقدم استقالتي. ما تتكلم معنا، احنا ما مستعدين نسمع منك كلام ثاني يا اخي. كفايه يا اخي، نظرت فينا وعملت فينا كل النظريات يا اخي. خلاص يا اخي شبعنا منك كلام يا اخي. انت انصرافي. انت انصرافي. انصرافي انا؟ ايوه انصرافي. انت الانصرافي. انت انصرافي وما بتقبل الحوار لانه ما عندك منطق، ولو عندك منطق على الاقل كانت تتخاطب معي عشان نصل لحلول ونتائج مثمره ومفيده، بدل ما انك انت تتحامق كده وحس تقدر تمد يدك يا استاذ. تمد يدك على مين؟ تمدها لينا. ايوه انا ما لا يمكن. انت زول الانصرافي. انت زول الانصرافي. انا الانصرافي. انت لو بتشتغل شغلك. اسمعوا كلكم، اسمعوا كلكم يا اخي. خلاص نجتونا يا اخي. كفايه الشمس دي يا اخي. ما معقول يا اخي. حر وتنظير ايه يا اخي؟ ما في احترام. انا رايي خليهم يا اخي. شوف راي الناس زين يا اخي. والله انا اعتقد التنظير في الحتات دي يعني ضروري جدا، انه فعلا الناس بتعاني من السخانه، بتعاني من الوقوف الطويل في المواصلات. انا بديك كلمه واحده بس، التنظير ده لابد منه لكن في زمن محدد. كثير انا بشوف انه هاي ما جيد يعني، لانه انت لابد انك انت تجيب نظريه مش تنظير، تجيب نظريه تطبقه في ارض الواقع. في الحقيقه اخواننا اضرامين عكسوا لنا صوره جميله جدا، هي ماساه اليوم يعني، فعكسوا لنا صوره عن المواصلات ومعاناه المراه.